وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان في اكاديميات وكليات وجامعات ومؤسسات تعليميه بتهتم جدا بالكورسات الفتره اللي فاتت دي كلها. يعني الموضوع بقى في ناس بتعمل كده بمقابل وفي ناس بتعمل كده بدون مقابل، وطبعا ده انا شايفه مهم جدا للناس المهتمه بالتعليم والناس اللي دايما حياتها بيحبوا الدراسه والعلم او عايزين يطوروا نفسهم في حاجات معينه من الحاجات اللي هم بيحبوها. بالظبط. صح كده ولا ايه؟ ده حقيقي. هو موضوع التعلم عن بعد والدراسات الاونلاين حل مشاكل كتير جدا لناس مثلا عايزه تدرس حاجه او عايزه تاخد كورس في حاجه مش موجوده غير في كليات بره، فهم مثلا بيبقوا مش قادرين يسافروا فيدخلوا اونلاين وياخدوا الكورس ده، ومش بياخدوا الكورسات وبيدرسوا بس، ده هم كمان بياخدوا شهادات بعد ما يجتازوا الامتحانات، مش كده؟ بالظبط كده. يمكن يا جماعه كلنا بنحتاج جدا للكورسات الاونلاين، لان دي حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا، حتى لو انت كنت خريج الحاجه اللي انت حاببها او عايز تشتغل فيها برضو لازم تزود في مجالك من خلال الكورسات. وعلى ما اعتقد بقى الموضوع ده سوق مفتوح لكل الناس، اي مجال دلوقتي هتلاقي فيه دايما كورسات موجوده على الانترنت. هتلاقي كمان دلوقتي بقى الفكر اللي موجود دلوقتي في العالم بالنسبه للناس ان هو حتى الشهادات ياخدوها عن طريق اونلاين او عن طريق الانترنت من خلال الجامعات، وده اللي هيكون موجود معانا ان شاء الله في اخر فقره، ان ازاي ممكن الناس تحصل على شهادات عالميه وكمان موثقه برضو من خلال الجامعات بره، وممكن تدرس في اكتر من مجال. يعني ممكن مجالك اللي انت ممكن حبه بتزوده من خلال الكورسات دي بحاجات معينه، زي مثلا الجرافيكس مثلا. في ناس كتير جدا بتحب جدا موضوع الديزاين وموضوع الجرافيكس، بس مش لاقي الطريقه او الوسيله اللي ممكن تهيئها له وتبسطها له. ده موجود على الانترنت بشكل كبير جدا، وفي زي ما رحمه قالت من شويه في بمقابل وفي بدون مقابل، فدي برضو حاجه بسيطه جدا. يمكن نفس الحكايه برضو يا فاروق، مش شرط بس التخصصات او المجالات دي، انه حد عايز يزود تعليمه او انه عايز يدرس مجال تاني. اللغات، يعني اللغات بتبقى من اكتر الحاجات اللي شغلانه جدا، ناس كتير بتكون عايزه تتعلم لغه تانية، ولو معاها لغه تانية طب ما اعرف لغه ثالثه، وتبدا ان هي تدور على الكورسز الاونلاين عشان تتعلم لغات. وبقى في يعني زي اماكن كتيره جدا جوه الانترنت بتقدر ان هي تعلمك اكتر من لغه. وغير كده كمان بحس انه الانترنت ممكن يعلمك ده، سواء بقى بفيديو مثلا تعليمي، بان انت تكلم ناس من دول اللي انت بتتعلم اللغه بتاعتهم، فبيسهل عليك الموضوع جدا.